محاضرة النهاردة في الأساس احنا هنتفق انا رايح بيها لمين. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا بتقابل ولادنا شباب وثانوي والخدام في فكرة اقرا كتاب مقدس، فيقول لك هقرا كتاب مقدس، ما بتلتزمش ليه؟ يقول لك قريت ما فهمتش. فاحنا بنبقى فاهمين يعني ان المفروض هو لو ما فهمش يعمل ايه؟ يروح يقرا التفسير. ده عمليا ما بيحصلش، لان هو تيك اواي، فهو مش هيعمل كده. فبدأنا يفكروا فكرة يعني هو ازاي نساعدهم ان هو يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه بأقل عدد من الصفحات اللي ممكن يقراها. يعني احنا رايحين لفكرة ايه؟ طيب تعالى نتفق على المبادئ، تعالى نتفق على المفاهيم. فالنهاردة انا هكلم ثلاثة، هكلم نفسي، وهكلم ابني اللي هو على نفسي ايماني بس متشكك في ايه، وهكلم الاخر اللي على مش نفس عقيدتي. بين انا عندي ثلاث ابعاد مش اربعه يا دكتور يعني. فرايح كده لثلاثه بكلمهم. اهم حد يفرق معانا النهارده قوي انا وابني اللي في الكنيسه. اهم حد، اهم اتنين يكلموني. دايما في اللاهوت الدفاعي في مبدا كده مهم قوي، اول مخدوم اخدمه هو نفسي. انا الاول، لو انا متاكد كده خلاص ما عنديش مشاكل خالص. عشان كده بنقول لما الاقي ايه في الكتاب المقدس او مفهوم معين ازاي افهمه؟ فلو سالنا السؤال ده في الكنيسه للشباب اللي قاعدين مثلا او للخدام، اول حاجه يعمل ايه؟ يقول لك افتح التفسير. بس يفاجئ ان لما يجي يفتح التفسير، التفاسير دي كمان في منها انواع. في تفاسير بتاخد من المنظور التاريخي، في تفاسير بتاخد من المنظور البترولوجي، في تفاسير بتاخد من المفهوم الجغرافي مثلا بس، ويهمل بقيه النقاط التانيه. فيعتقد المخدوم هنا او المتشكك او انا ان مفيش اصلا معنى للصعوبه دي. يبقى طالما وجدت صعوبه ملهاش حل، يبقى الايه دي غلط او الكتاب المقدس غلط. البعض يقول كده. فعشان كده احنا بنقول دايما لا، في مبادئ عامه اعرفها الاول قبل ما تروح للتفسير. وحتى احنا دايما نقول للشباب ايه؟ رقم واحد لما تجيلك ايه صعبه، خلي التفسير رقم اربعه. اول حاجه حاول تقرا الايه من المنظور العبري او اليوناني حسب انت عهد قديم ولا عهد جديد. طيب بعد ما قريتها او لقيت نفسك يعني مش فاهم برضو عبري يوناني، روح لترجمات، روح لكذا ترجمه. غالبا هتلاقي اختلاف الترجمات يوضح النص بصوره مختلفه عن اللي في ايدك، فدي تحل مشاكل كتير قوي. روح كمان للمعنى اللغوي مش معنى الكلمه، يعني الكلمه دي كانت معناها ايه في ايام السيد المسيح، واتطورت ازاي، والمصطلح ده معناه ايه. زي لا يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب او يطرح للكلاب، مش معناها الكلب بتاع الشارع، ومش معناها التفسير العربي بتاع 2023، ومش معناها الثقافة العربية في اللي احنا عايشين فيه خالص. يجب ان افهم الكتاب المقدس بلغة الحدث او التأثير اللي حصل في ايامه. اروح لايام المسيح، هو انت ليه قلت كده يا رب؟ يقول لك بص بقى، اصل اقول لك الكنعانيين كان عندهم اله على شكل راسه وعلى شكل كلبه وهكذا. رقم ثلاثة، اروح لفكره ان انا اشوف الظروف التاريخيه، مين هم الاشخاص اللي واقفين دول؟ طب الحدث ده اتقال لي ايه؟ طبيعه الشعوب؟ هو ليه اشعيا بيقول ان ربنا هو مصدر الخير والشر؟ ليه بيقول على ربنا هو اله الخير والشر؟ ليه يعني؟ عندنا الهين يعني ولا ربنا بيجيب شر؟ ليه بتقول كده اشعيا؟ فلما نفهم طبيعة الشعب اللي حواليه ان هم شعوب اساسا عندهم اله لكل حاجة، فهو اشعيا عايز يقول لهم ايه؟ ربنا بتاعنا بقى بتاع اسرائيل ده بتاع كل حاجة، لان هو رب واحد. فلما انا فهمت التحدي عرفت الاية اتقالت لي. رقم اربعة، روح للتفسير. فتخيلوا حضراتكم احنا رحنا التفسير رقم خمسة او رقم اربعة، مش رحنا لرقم واحد. فاول حاجة بنتكلم فيها دايما في التحديات، اول حاجة خالص لازم اكون واثق ان الكتاب المقدس بتاعي فوق مستوى النقد والتشكيك. مش لان انا مسيحي فانا لازم اقول كده، لان خبرة الناس على مدار 2000 سنة مفيش شبهة استمرت، وكل الشبهات اللي احنا بنسمعها دي عبارة عن ايه؟ ريلونش للشبهة. هي نفس الشبهة كل 10 سنين 20 سنة، الجيل يتغير، اللي كان عارف يروح ينتقل للسماء، يجي الجيل الجديد فشطان يعمل ايه؟ يطرح الشبهة مرة تانية بس في صورة جديدة، لكن المصدر ايه؟ واحد. هقول لكم دليل.
لما جينا ردينا على شبهات وراثة الخطية الجدية، معظم الفيديوهات اللي كنا بنشرها لأولادنا قايلها قداسة البابا شنودة في سنة حاجة وسبعين وحاجة وثمانين، هي بالظبط. وسيدنا ده سيدنا تنيح، يعني هو سيدنا كأنه معانا بالظبط، هو لا جديد. الشبهات واحدة، نفس الكلام اللي بنسمعه على إنكار أن الابن هو الله الظاهر في الجسد، نفس الكلام اللي قاله أريوس بالظبط، وقاله البابا أثناسيوس من 1700 سنة، ونفس الردود اللي بنستخدمها ونفس الشبهات، لا جديد. هم نفس الشبهات اللي قالها أريوس وقالها نسطور وقالها الملحدين أو اللي كانوا بيقاوموا الإيمان، نفس الردود بنرد عليها بالظبط دلوقتي. بس الأجيال لأن هي جديدة متخيلة إيه؟ شبهة جديدة. إيه ده كلام فيه كلام جديد؟ أبدا يا حبيبي، هفتح لك كتاب معمول من سنة 300 ميلاديا بيرد على الشبهة دي بالظبط. عشان كده رقم اتنين مهم قوي، يقول ان الاراء السلبية والهجوم على الكتاب المقدس افضل فرصة للدراسة. عايزين حضراتكم تشوفوا كده على مدار التلات سنين اللي فاتت دول، اقبال الشباب على دراسة اللاهوت الدفاعي اقبال تاريخي. احنا ما كناش عندنا كده. طيب اذا اللي حدث ده حدث ميزة في الحقيقة، عملت حركة رواج فكري بين الشباب وبين الاجتماعات وما بين المخدومين في فكرة ايه؟ يلا نحفظك ان بابا يسوع ده هو ربنا، يلا نحفظك ان الرب يسوع هو ربنا، يلا نحفظك ان يسوع ده اله مش نبي. عملنا ايه؟ ما هو بقى عنده احتياج. المشكك هنا اوجد احتياج والكنيسة استخدمت الاحتياج في التعليم. دي معادلة جميلة جدا. عشان كده القديس أغسطينوس في الحقيقة يقول إيه؟ نحن نشكر الهرطقة لنام فيما هم يهاجمون كتبنا المقدسة، يجعلنا نغوص في أعماقها لنرد عليهم فنكتشف ما بها من ليالي وكنوز. زي البابا أثناسيوس، لم يأتي بجديد البابا أثناسيوس، هو عمل إيه؟ فهمنا إنجيل يوحنا بس. زي مجمع نقية، قانون الإيمان، هو جمع القوانين اللي كانت موجودة وحطها تحت عدس الكتاب المقدس، طلع لنا ايه؟ قانون ايمان واحد. فالهراطقة ليهم في الحقيقة يعني فضل كده من غير ما يقصدوا، انهم وحدوا الناس على ايه؟ انهم يعرفوا وبحثوا عن كلمة الله. النقطة الثالثة دي مهمة قوي، لازم قبل ما ارد اعرف انا برد على مين. عشان كده دايما عندنا خطر في فكرة ان انا ارد من ورا الكيبورد. ما ينفعش عن طريق الكيبورد ارد على اي حد بيسألني. هو انت اصلا عارف ده مين؟ انت عارف ايه ثقافته؟ عارف ده ولد ولا بنت، صغير ولا كبير، هو اصلا دارس ولا مش دارس. ومعظم الشبهات، مش معظمها في الحقيقه، كلها تقريبا، هو ما درس، هو عباره عن ايه؟ كوبي بيست من حد سمع له وجي يعمل ايه؟ يرمي الشبهه عندك. عشان كده دايما نقول ايه؟ معلمنا بولس الرسول قال لك في المحادثات الرديه او الغبيه فاجتنبها. ليه يا بولس؟ هضيع لك وقتك. هو مش عايز يفهم، مش ده اللي عايز يفهم اصلا. وبالتالي لو انا مش عارف اللي قدامي بيفكر ازاي، طبيعه معتقده ايه، ما ردش عليه. معلمنا بولس الرسول كان عنده المدرسه دي، دخل اتينا لقى ناس فلاسفه قاعدين. لو بولس ما كانش مذاكر كويس مين هم الابيكوريين، مين هم اليونانيين اللي موجودين، ما كانش كسب. لما قعد معاهم وكان عارف كويس قوي طبيعه ثقافه كل واحد ونقاط الضعف اللي عند المعتقد بتاعه، قدر يطلع من القعدة دي أو من العظة دي إنه تلت الناس دخلوا المسيحية والتلت يفكروا والتلت رفضوا. لكن لو ما كانش يعرف كل واحد في دول مهتم بإيه، ما كانش كسب حد. أربعة، إحنا قلنا على أربعة دي في الحقيقة إنه في أمور في الكتاب المقدس لازم نكون إحنا عارفينها. ودي في الحقيقة إحنا دايما نقول للناس إيه، إحنا زمان كنا بنيجي ناخد حاجة اسمها مقدمات سفر كذا وكنا نقعد نحفظ صفحات كاملة. الاجيال اللي موجوده دلوقتي مش بتاعه حفظ، فاحنا لازم نجتهد ان احنا نعمل ايه؟ نحول الكلام لدياجرامات، نحول الكلام لابلكيشن بتلعب قدام عينين الولد او المخدوم. حول الحاجات اللي هي عباره عن 20 30 سطر لرسمه واحده فيها كل المعلومات. هم بتوع فيسبوك، فانا لازم اعمل ايه؟ اشرح له كل المعلومات اللي عندي في صوره بصريه هو يقبلها. النقطه دي مهمه قوي. وبالتالي عندنا بعض المبادئ المهمة قوي، ان انا لازم كمان وانا بدرس النص لازم اقول للولد خلي بالك ان النسخة اللي ما بين ايديك دي ترجمة مش النص الاصلي. يعني احنا معانا النسخة البيروتية،
لغاية دلوقتي أفضل نص عربي من العبري، أفضل ترجمة من العبري العربي لغاية دلوقتي هي النسخة بتاعة فان دايك أو البيروتي. نتفق ونختلف على بعض الكلمات، دي كلها تنقيحات، يعني لا تؤثر أبدا على سلامة العقيدة أو المفاهيم اللاهوتية. لكن عايزين نقول دايما إيه؟ قبل ما أنت تجاوب لازم نوصل للمشكك والنفسي إن النسخة دي هي ترجمة، فالترجمة أيضا ليست معصومة من الخطأ، لكن الأخطاء اللي موجودة فيها مش أخطاء قد ما هي إيه؟ محتاجة أبديت اللغة. لكن ما عندناش نسخة مثلا بتقول إن الأقانيم مش ثلاثة، ما عندناش نسخة بتقول إن المسيح ليس هو الله ظاهر في الجسد. يبقى دي كلها أمور إيه؟ لا تؤثر على صلب العقيدة أو اللي هو بتاعي. يعني مثلا في مثال لما نيجي نقرأ الرسالة الأولى لمعلمنا يوحنا الإصحاح 3 والعدد 9، كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية. لما نيجي نقرأ الآية دي بالعربي يبقى معناها إن كل المعمدين معصومين. طب ما أنا معمد وبغلط، يبقى الآية دي غلط أو أنا مش فاهم حاجة. لو أنا متأكد إن الكتاب المقدس ما بيغلطش هروح أدرس. طب أنا شايف إن دي شبهة بيدوها لأولادنا ويخلي أولادنا يعملوا إيه؟ يتشككوا. قول لا استنى بس يا حبيبي، أول حاجة تيجي نقرأ النص ده حسب ما كتب، ده اتكتب في اليوناني. في اليوناني في حاجة اسمها أزمنة حدوث الفعل. فهنا الآية دي بتتكلم على فكرة إنه معناها في المضارع التام بتاعها إنه مش هيغلط، طب ولو غلط مش هيستمر في الغلط. يبقى أنا رحت هنا لفكرة إيه؟ إن الفعل هنا مش بيتكلم على العصمة، لأن مفيش إنسان معصوم، لكن معناها إيه؟ إنه لا يغلط. زي ما يقول لواحد كده إيه؟ مفيش راجل يعيط، مفيش راجل يغلط. معناها إيه؟ إن الراجل لما بيغلط ما بيقعدش مستسلم الغلط، بيعمل إيه؟ بيصلح من نفسه. نقطة كمان مهمة قوي في الحقيقة، ما ينفعش أفهم آية لوحدها، لازم أعمل إيه؟ نعلمها كده، خد الآية الأول إصحاح. طيب وبعد ما تروح الإصحاح افهم الآية دي النص نفسه بيتكلم عليه. مثلا إيه؟ رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل غلطية، هو بيحارب التهود اصلا، فلما يجي يتكلم على فكره ما حدش ليه سلطان علينا او ما يحكمش علينا في ماكل ومشرب، هنا مش بيتكلم على الماكل والمشرب، مش بيحارب الصيام، وبيحارب ايه؟ فكره التهود. يبقى هنا لما انا فهمت العنوان كله عرفت انا فين، لكن ما ينفعش اخد ايه من السياق واجري. الكتاب المقدس احبائي مش مكتوب ايات منفصله، ده موجود ايه؟ موضوعات متصله بتتلخص تكوين رؤية. يعني عشان افهم آية لازم اكون فاهم من التكوين للرؤية، ما ينفعش اخد آية من سفر إرميا ولا كان فهمتها، مش هينفع. ما ينفعش تيجي تقول لي كده فين المعجزة اللي ربنا عملها هنا، لازم تكون قاري الإنجيل كله وفاهم الحتة دي. عشان تخش في إنجيل يوحنا لازم تكون فاهم القاعدة بتقول أن الله لما تجسد له طبيعة واحدة اسمها طبيعة الإله المتجسد. الطبيعة دي قايمة على إله كامل وإنسان كامل. فالمسيح طول إنجيل يوحنا بيعلن إن هو إنسان كامل ما عدا الخطية وإله كامل. فتلاقي في آيات تنطبق على الإنسان الكامل وآيات تنطبق على الإله الكامل. ما ينفعش تفصل ده عن ده. نقطة كمان مهمة قوي، الكتاب المقدس وهو مكتوب في الحقيقة، والإطار ده مهم قوي، الآيات مكتوبة في إطار تاريخي لاهوتي، يعني لازم أفهم الآية في إطارها التاريخي واللاهوتي. ما ينفعش أخد الإطار التاريخي وأفصله عن اللاهوت، وما ينفعش أخد الفكر اللاهوتي وأفصله عن التاريخ. نحن نفهم الفكر اللاهوتي في الطابع التاريخي، وبالتالي دي قواعد كتابي. ما ينفعش تطبق أفكارك غير لما الأول تعمل إيه؟ تفهم الكتاب المقدس البنية بتاعته مبنية إزاي؟ تاريخي ولاهوتي ولاهوتي وتاريخي. ليه لاهوتي وتاريخي؟ لاهوتي لأن الكتاب المقدس أو الوحي في المسيحية له طبيعة مزدوجة، طبيعة إلهية تشاركت مع الطبيعة الإنسانية. لو أنت مش فاهم طبيعة الوحي عندي في الكتاب المقدس مش ممكن تفهمه، وتقول ده فيه حاجات وفيه قصة صعبة جدا، او هو بيحكي القصص علشان تكون عبرة لي ما اقعش فيها.
يجي مثلا يتكلم على خطيه داود النبي، هو مش بيقول نعمه زي داود النبي. لما جه يتكلم على خطيه امنا حواء لما استمعت للحيه وتفاعلت معاها، هو بيقول لك خلي بالك دي اساليب حروب الشيطان، هو مش بيشجعنا نعملها. هو بيقول لك ايه؟ خلي بالك الجميع زاغه وفسده، خلي بالك انت مش كبير على خطيه. بص حتى العظماء عرفوا الخطيه ازاي. نقطه كمان مهمه، لانه كتاب الهي وانساني موجه للانسان، فالكتاب المقدس الهدف منه توصيل فكره الخلاص وليس تاليه النص. عشان كده الكتاب المقدس مترجم تقريبا للغات كتيره جدا تكاد تكون كل لغات الارض، بس انا ما عنديش الرقم عشان اقول كل دي يعني، بس المعظم، ولكنات كتيره جدا. وبالرغم من الترجمه للكنات ولغات فضل ايه؟ محتفظ بنفس قوه التاثير. عشان كده لازم اكون متفق الاول مع نفسي ومع المخدوم بتاعي او مع الاخر، انك عدم فهمك لطبيعه الوحي من المنظور المسيحي يخليك مش فاهم الكتاب المقدس. مش هينفع. مش في كده لما اجي استخدم جهاز يقول لك قواعد التشغيل، هتستخدمه على كذا فولت وهتستخدمه كذا وتستخدمه كذا وتستخدمه كذا. لو انا استخدمت قواعد تشغيل جهاز تاني على الجهاز ده، الجهاز يحصل ايه؟ يبوظ مني، مش هستفيد بيه حاجه اصلا. صح كده؟ هو دي الفكره. لما نحب نشغل قواعد التشغيل التي لا تخص الكتاب المقدس على الكتاب المقدس ما استفدش منه، يصير حجر عثره. ليه صار حجر عثره؟ كتالوج غلط اصلا، فتح الكتالوج غلط. النقاط دي مهمة قوي ان احنا نكون غرزينها جوانا. وهقول حاجة يعني وسيدنا يحللني، يعني ما هو محدش كبير انه يشك، على فكرة محدش كبير انه الشيطان يلعب معاه لعبة التشكيك دي. صح، محدش كبير مهما كان هو مين. حتى كانوا يقولوا لنا يعني حتى الجلابية السود دي ما تحمكش، يعني انت لازم تكون دايما ماسك في رحمة ربنا وتجاهد وتجتهد في المعرفة، وانت بتقرا كتاب مقدس تتضع تقول له رب اسمح لي اقعد تحت رجليك مش فوق، تحت. صح، بس يا رب انا عارف الايه دي صح بس انا مش فاهم، ممكن تكشفها لي؟ نشكر ربنا. طبعا احنا عدينا المرحله دي لان احنا دلوقتي بقى عندنا ابائنا فسروا كل الكتاب المقدس، لكن الشيطان ما بيعمل ايه؟ ما بيسكتش، كل يوم يشككك كان الحاجه جديده. نقطه كمان مهمه قوي في الحقيقه، لازم نروح لفكره وانا بستخدم نبوات الكتاب المقدس يجب ان انا اكون عارف المستوى او المصطلح ده. في حاجه اسمها مستويات تحقيق النبوه، يعني النبوه دي هتطبق على ايه؟ على 2023 وعلى 2050 و2100 و7000. ربنا يعني يدي لحضراتكم ونيافتك يا سيدنا العمر الطويل. فعشان كده لازم وانا بقرا النبوه اكون عارف فيها كده كام حاجه. رقم واحد، النبوه بتتكلم احيانا بالماضي على دليل ان اللي هيحصل ده هيحصل، يعني مش شاكين هيحصل. والكتاب المقدس من ضمن اساليبه الفريده ان عنده كل نبواته اتحققت بالورقه والقلم. يعني مثلا ايه؟ يعني كان يقصد، لا ما كانش يقصد ده بالظبط. يعني قال لك ثقبوا ريدي ورجلي يبقى فعلا يخرموا ايدين السيد المسيح، ما فيهاش. قال لك انه هيتولد من عذراء زي ما اشعيا قال، يبقى هو هيتولد من عذراء، ما فيهاش اجتهاد. مش هنقيف ايات عشان نثبت، لا خالص، هي بالظبط نبوه. وبعد كده واحنا بنفهم النبوات لازم نكون فاهمين ان النبوات تحدث وما زالت تحدث. عشان كده خطر قوي ان احنا نستخدم منهج الكتاب المقدس على المنهج اللي هو المنهج المقفول، اللي هو فكره ايه؟ انا هفتح في الكتاب المقدس النهارده اعرف منه ايه اللي هيحصل في الحرب اللي بتحصل دلوقتي. لا، ما هو مش دوره ده. دوره ايه؟ كيف تصل للسماء وكيف تعلم محبه الله ليك، هو ده دوره. النقطه دي في غايه الاهميه في توضيحها لانفسنا وللمخدمين بتوعنا. قبل ما اختم النقطه دي، في الحقيقه في نقطه مهمه قوي عايزين نقول، ان اقتباسات العهد الجديد من العهد القديم لها انواع. بمعنى ايه؟ تخيلوا كده مثلا حضراتكم، انا قريت كتاب عجبني، فانا واقف مع الناس، في واحد ذاكرته تجيب ان هو يقول الكتاب ايه بالظبط، عنده ذاكره سينمائيه او فوتوغرافيه يجيب الكلام بالظبط. في واحد يقول لك ايه؟ بصوا يا جماعه انا قريت حاجه هقول لكم على المعنى بتاعها، بيقول المعنى يعني.
واحد تاني يقول لهم ايه؟ بصوا انا هقول لكم حاجه واخد الايحاء بتاعها او روحها من كتاب كذا. طالما انا ما قلتش حاجه تعارض اللي انا بقوله يبقى صح. هو ده اللي كان بيكتبه ابائنا المسوقين بالروح القدس المعصومين بنسبه 100% هم بيكتبوا الوحي. معلش انا في الفاظ كانت لاني وقفت عليها لان دي الحاجات اللي تهمنا قوي، لان احنا علمونا ايه؟ لما تقول كلمه وحي الزق فيها كلمه عصمه 100%. ما تقول كلمه وحي الزق فيها عصمه 100%. ما يعني ما ينفعش اجتهد. معصوم بنسبه كام يا حبيبي؟ 100%. يعني ايه وحي؟ يعني الله والانسان اشتركوا مع بعض، يعني تفاعلي، يعني الله بيتفاعل مع الانسان، يعني الانسان اكتب ما تشاء من الكلمات باسلوبك وربنا هيعصمك من الغلط بنسبه 100%. والعصمه من الغلط بالمناسبه نقول اي اخطاء، يعني يديله فكره انه يستخدم الفاظ ادبيه رقيقه رفيعه، يديله فكره انه ما يقولش حاجه تكسر الترابط اللي موجوده ما بين اسفار الكتاب المقدس. يعني في اشعيا يقول ايه هي نفس الايه اللي تتربط بسفر الرؤيا، هي بالظبط. لما يجي يدرس سفر اللاويين يقول له ما انت لازم تدرس اللاويين عشان هنربطها بالعبرانيين. حتى دايما نقول يعني انه ما ينفعش تفهم الصليب غير لما تكون الاول درست كويس قوي لاويين، مش هينفع. لازم تكون درست لاويين وتثنيه وفهمت ذبايح كويس قوي عشان تخش على الصليب يا حبيبي، مش هينفع تفهمه غير كده. فنروح لفكره انه في الحقيقه الاقتباسات في العهد القديم رقم واحد انه قد تكون اقتباسات بالظبط، وقد تكون اقتباس جزئي خد الفكره بس، وقد تكون اقتباس ايه الـ الـ يعني المعالم روح النبوه. لكن انا مش مطالب ان معلمنا لوقا لما يجي يكتب ويقتبس حاجه من سفر اشعيا يقولها بالظبط، هو مش فاتح كتابه بينقل منه. يعني النقطه دي في غايه الاهميه. طب ليه معلمنا لوقا ما كتبهاش زي معلمنا متى؟ ابسط اجابه نقولها لهم ايه؟ ما لو معلمنا لوقا ومعلمنا متى ومعلمنا مرقس كوبي بيست من بعض يبقى كفايه احنا انجيل واحد. يعني ليه بقى ليه ثلاثه؟ يعني طبعا في سؤال بنساله بس مش هنجاوبه النهارده، يعني هل كانت هناك حاجه ملحه ان يكون عندنا اربع اناجيل؟ الاجابه ايوه ليه، بس مش النهارده عشان بس سيدنا يرضى يجيبني تاني. يعني او عندنا حاجه ملحه قوي، عندنا حاجه ملحه وما عندناش رفاهيه ان يكون عندنا حاجه واحده. ولما اتعمل حاجه اسمها الدايت سرون، واحد كده حب يفكك الكتاب المقدس ويعملوا حاجه واحده، الكنيسه رفضت تماما. ده ضد فكره الوحي اللي بتعمله ده اصلا. ما لو كانت ربنا عايز يخليه حاجه واحده مكمل اول عمل ايه؟ عملوا حاجه واحده. طبعا بنتعرض هنا فكره ليه المسيح ما كتبش الانجيل بنفسه، الاسئله دي بيسالوها والمهم ان انا اكون كخادم اعرف اجاوب عليها، واعرف اجاوب عليها بسرعه بدون اجتهاد. يعني بما ان اذن. طيب نكمل. في كمان حاجه مهمه قوي في فكره الكتاب المقدس ولغه العلم. احنا اتفقنا في الاول ان هدف الكتاب المقدس في الاساس هو كتاب بيقول لك قد ايه ربنا بيحبك، قد ايه ربنا انقذك من الخطيه وطلعنا من الموت للحياه وعدنا ليه. هقول لكم على فكره لطيفه قوي بنلخص العهد الجديد ازاي. نقول له بص، في الاربع اناجيل المسيح لكل المجد حط الشريعه، وبعد كده في اعمال الرسل ورانا بدايه الكنيسه اللي قامت على اساس الشريعه، وبعد كده في الرسائل التطبيقات العمليه للشريعه، وبعد كده جه سفر الرؤيا قال لك اللي مارس حياه مسيحيه امينه وتقيه مكافئته في سفر الرؤيا. كده خلصنا العهد الجديد. شريعه، تاسيس، تطبيق عملي، مكافاه في سفر الرؤيا، مبروك وصلت للسماء. كده خلصنا العهد الجديد. هي دي النقاط اللي احنا بنرتكز فيها في فهم الاسفار بتاعتنا. لما نيجي نتكلم على الكتاب المقدس ولغه العلم نتفق، بس لازم نفرق ما بين الحقائق العلميه والنظريات العلميه. ما هو ثابت وحقيقه علميه في الكتاب المقدس ما بيختلفش معاه ابدا، لكن النظريات العلميه متغيره من زمن للتاني، وما قد يكون نظريه النهارده ممكن السنه الجايه تطلع ايه؟ تتفند كلها وتقع على النظرية ويطلعوا في حاجة تانية خالص. فمش دوري أنا أمسك الكتاب المقدس مع كل حدث علمي يقول لك إيه؟ سنة بقى عايزين ندور على الحدث ده جوه الكتاب المقدس فين؟ لا استنى بس.
احنا دورنا في الاساس ان احنا نفهم طبيعه الكتاب المقدس وهدفه. اتنين، الكتاب المقدس ما ثبتوش حاجه ان هي دي الحياه العلميه وطلعت عكس اللي بيتقال. يعني مثلا مناش الكتاب المقدس قال لك الارض دي مسطحه في الحقيقه، ما قالش كده، قالش كده، قال الارض دي كره. الكلام ده كان تقريبا 700 سنه قبل السيد المسيح. في نقطه كمان في الحقيقه، وانا عشان وقت المحاضره يعني مش كبير، فانا بحاول انط على الاكثر اهميه في النقاط. فكره عامل الزمن في اثبات صحه الكتاب المقدس. بصوا، في نقطه مهمه قوي ان احنا نقرا التاريخ، التشكيكات اللي جت على الكتاب المقدس. فلما نيجي نقرا التشكيكات دي او التاريخ بتاعها، نلاقي ان كل التشكيكات اللي اتقالت ضد الكتاب المقدس ثبت عكسها. يعني لدرجه مثلا ايه؟ في 1861 كان في حاجه اسمها الاكاديميه الفرنسيه للعلوم. الاكاديميه اللي طلعت كتيب في الوقت ده وقالت ان في 51 غلطه علميه في الكتاب المقدس. الكتاب ده او الكلام ده 1861. لو انا ما كنت بقى متشكك وشايف ان الكتاب المقدس هو اللي لازم يروح دايما يعني موضوع في قفص الاتهام، ولازم يروح يقدم كل شويه دليل براءته للعلم، اتشكك. لكن ابانا كانوا شايفين ايه؟ الكتاب المقدس يا حبيبي ده كلمه الله، فوق فوق العلم. استنى بس لغايه ما تتاح لينا الادوات اللي نكتشف فيها ما هو خطا ما هو صح. الحاجه الثانيه، العلم ده هو ما يتيحه الله لفكر الإنسان حسب اجتهاده، وبالتالي الإنسان أيضا في اجتهاده ممكن يجتهد في الأول غلط أو محاولات، هو بيحاول صح لغاية ما يعمل إيه؟ يوصل للصح، يمتلك أدوات متقدمة أكتر فيعمل إيه؟ يروح للأصح، أدوات متقدمة أكتر يروح للأصح الأصح، وهكذا. عشان كده التاريخ مع الزمن، الواحد وخمسين حقيقة علمية دول اللي كان بيقول عليها حقيقة علمية في الوقت ده، هما كانوا بيقولوا كده، ثبت تفنيد كل الحقائق دي، وان اللي طلع صح في الاخر هو مين؟ هو الكتاب المقدس. في نقطه مهمه قوي، لما اجي اقول لحضرتك انت مثلا قتلت، اول حاجه القانون يقول ايه؟ فين الدليل؟ فين الجثه؟ فين السلاح؟ لا، وانت قتلت وخلاص. بص، انت قتلت من غير جثه ومن غير سلاح. يقول لك لا، ما هو القاعده القانونيه بتقول بينه على من ادعى. فلما حد يجي يقول في اخطاء في الكتاب المقدس، لو سمحت اكتبها لنا، زي فكره الكتاب المقدس محرف. طب كتر خيرك يا حبيبي، ابعت لنا النسخه الصحيحه عشان ربنا ينتشلنا من التشويش اللي احنا فيه. تلاقي الاجابه ايه؟ مفيش. انا اسف، انا بتكلم حاليا يا سيدنا، بس ده الاسلوب دلوقتي اللي شغال مع الخدام. ما هو لازم اتكلم معاه كده، وانا عشان بخدم شباب اكتر فانا هروح دايما لفكره ان انا ابسط الحاجات الكبيره. نقطه كمان مهمه قوي، ما هو مين يصدق ان في بنت بعد ما تولد تفضل عذراء؟ ما هو ده ما يجيبش يعني. فالنبوءه دي لما اتقالت في سفر اشعيا ده قبل السيد المسيح ب 700 سنه، ده كلام يعني تامل. طيب لا، ده حصل بالحرف. طيب في سؤال، هل الكتاب المقدس فيه صعوبات؟ فيه صعوبات. بصوا، في اللاهوت الدفاعي فيه تركه كده اسمها ايه؟ لما تتسال سؤال جاوب الاول اه او لا. بعد ما تجاوب اه او لا اعمل ايه؟ ابدا بقى فصل. لو ما جاوبناش اه او لا في الاول، ده معناه ان انا مش عارف او انا هلف وادور. هو ربنا ظهر في الجسد؟ ايوه. هو ينفع ربنا ياخد جسد؟ ايوه. طب هو ربنا مات على الصليب؟ ايوه. زي الكلام ده نقعد نفسر. هنا اللي انا اقصده بيه ايه؟ ان انا ما عنديش بطحه، يعني انا مش خايف. زي زمان كنا نقول للولد، حد يسالك يا حبيبي انت مسيحي ولا غير مسيحي؟ اول حاجه تقول ايه؟ ايوه مسيحي. بعد كده قول ايه اسمك؟ قول اي حاجه. ايوه دي بتقول اللي قدامك ايه؟ ايوه انا صح. تديني فرصه اجاوبك اهلا وسهلا، مش عايز، انت خسران، انا كسبان. تكنيك مهم قوي دي، بتسمى الاسيرتيف ريبلاي، يعني ان انا لازم اكون حازم. ايوه عندي اجابه، ايوه صح، ايوه المسيح اتصلب، ايوه، وهكذا.
فرقم واحد، الكتاب المقدس فيه صعوبات، ايوه، فيه اخطاء، لا. سؤالين اهو، فيه صعوبات، ايوه، فيه اخطاء، لا. اول صعوبه على فكره تقابلنا انه اساسا الكتاب المقدس مكتوب بلغه او مترجم، دي ترجمه، يعني اللي فيه دي ترجمه، مش النص الاصلي، مش اليوناني. استاذ دكتور موريس تودروس ربنا يريح نفسه كان يقول لك من يعرف اليونانيه باللكنه الكوينيه القديمه صار عمودا في الكنيسه. ليه؟ لانه في امور كتيره جدا لما يقراها بلغتها الاصليه هو مش محتاج تفسير، هو فهمها. احنا مشكلتنا ان احنا بنقرا الكتاب المقدس في لغه غير لغته. وبالمناسبه العربي يصدم العهد الجديد، العربي يخدم العهد القديم. يعني في العربي يخدم العهد القديم، العربي والعبري من ام واحده، يعني هما بنتين لام واحده. في العهد الجديد لا، اليوناني ما يجيبش مع العربي، بعيد قوي 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 قوي. تلاقي الفعل اليوناني ليه 5 6 10 معاني، العربي جايب معنى واحد بس. طب يقول له حبيبي ما هوش ده المعنى اصلا، مش ده بس. العربي يقول لك انا ده اللي عندي، عربيه فيت موديل مش عارف كام، ودوس مهما دوس بنزين هي مش هتزيد عن 60، هو اخره كده مع فرق العربيات يعني. طيب اول حاجه تعالى بقى يعني ناخد كده سريعا ليه في صعوبات في الكتاب المقدس. اول حاجه احنا اتفقنا على فكره ايه، يقول كده معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانيه، في رسالته الثانيه حسب الاصحاح الثالث والعدد 16، كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسره الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين. يعني الاشياء عسره الفهم بيحرفها مين؟ المتربصين في الحقيقه او الناس المتزعزعين. كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم، لان معلمنا بطرس الرسول قاعد معانا في 2023 وبيتكلم على الحاله اللي الناس وصلت فيها. اول حاجه أبانا يقولوا لنا لازم تتضع قدام الكتاب المقدس وتكون فاهم إن كلام ربنا لأنه صادر من فم الله شخصيا، وإنت كائن محدود، ففي أمور إيه ممكن يا رب من فضلك تكشفها لي؟ فيقول لك لا معلش، دي محتاجة درجة نقاوة شوية. هقول لكم تبان فين. واحد متعود يقرأ سفر المزامير على مدار اليوم أو على مدار الشهر أو على مدار السنة، يقع في مشكله معينه او الم معين، يجي يقرا سفر مزامير تاني يقول لك ايه ده؟ وازاي المزمور ده؟ انا بقالي كام سنه عمال اقرا نفس المزمور، ازاي اكتشف ده دلوقتي؟ حصل ايه؟ الالم رقاه شويه. فالنقاوه دي عملت ايه؟ فتحت ذهنه على مستوى اعمق في الفهم. عشان كده دايما الانبا ابراهام اسقف الفيوم الجيزه المتنيح كان يعمل جلسات درس الكتاب بعد صلاه العشيه. ليه بعد صلاة العشية؟ ما هو الأول نستأذن من صاحب الكتاب، ممكن تدينا فهم للكتاب بتاعك؟ ممكن بعد إذنك تفتح عينينا على اللي إحنا مش هنعرفه؟ دي لغة يعني أبائية راقية جدا. اتنين، لازم نضع في الاعتبار وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس أمور مهمة قوي، وهي إن الكتاب المقدس يتحدث مع الإنسان بلغته، فهيضطر يستخدم، أو هنشوف الكاتب لما يكون داود النبي بيستخدم ألفاظ تخص كراعي، داود النبي لما بقى ملك بيستخدم ألفاظ تخص الملك. زي فكرة إيه؟ هو لو سفر الرؤية اتكتب في 2023 هيقول عن المسيح ملك؟ لا، ممكن يتكلم عنه رئيس جمهورية عادي يعني، صح؟ وممكن يتكلم على الكائنات اللي احنا نشوفها دي، مثلا طيارات هليكوبتر، أي حاجة، مكوك فضاء. إذا إزاي ده هيغرق؟ لا مش هيغير، ما الله يستخدم اللغة اللي يفهمها مين؟ الإنسان. هقول قاعدة مهمة قوي، إحنا دايما نقول الكتاب المقدس يضع التشريع والكنيسة المقادة بالروح القدس تضع القانون المبني على التشريع. يعني إدى الفكرة العامة، الفكرة العامة، وإحنا الكنيسة تعمل إيه؟ لأنها مقادة بالروح القدس تحط بقى التطبيق اللي مبني على إيه؟ على التشريع. زي فكرة تقسيم الميراث مثلا، الكنيسة بتقول إيه؟ تقول الكنيسة اللي معاه يدي اللي معهوش، فده الشريعة العامة. ما قلناش الولد زي البنت، والولد نص ضعف البنت، ما قلناش كده. يضع الشريعة. طيب احنا النقاط دي احنا يمكن مرينا عليها سريعا، لكن عايزين نقول ايه بقى؟
عايزين نقول هناخد سريعا جدا تكنيك كده لما اجي اتعامل مع المتشكك. متشكك ده احنا قلنا انا او ابني في الكنيسة او في الخدمة او في البيت، او قد يكون الاخر اللي هو من معتقد او ديانة اخر. واحد، اول حاجة المشكك غالبا معلوماته ناقصة، فتلاقيه دايما مستخدم الايات المقطوعة. يعني تكون ايه الاية دي لو انت بس قريتها بالتشكيل صح خلاص، لو انت قريت بس كلمتين ثلاثة جنبها التشكيك راح، لو انت قريت الاصحاح هتلاقي التشكيك اللي انت بتسأله في الاية اللي قبلها. سو بيعمل ايه؟ بيبطر الآية. عشان كده دايما نعلم ولادنا ايه؟ لو سمحت يا حبيبي لما حد يسألك اسأل نفسك سؤال، انت نفسك اصلا قريت السفر ده؟ الإجابة غالبا لا، ما قراش. ليه ما قراش؟ ان هو لما قرا ما فهمش، ولما ما فهمش قلنا له ايه؟ روح اقرا تاني. ما هو زمان كان ينفع يقرا وهو مش فاهم، دلوقتي لا، انا لا افهم اذا انا لا اقرا. كمان المشكك بيعمل ايه بقى؟ احيانا يرجع لمراجع ليس لها اصل. بصوا هقول لحضراتكم الحاجه، اكتبوا اريوس على على جوجل، هتلاقوا في مواقع بتدينه ومواقع بتقدسه. اكتبوا قداسه القديس اريوس، هتلاقي في مراجع بتكتب عنه حكايات ومعجزات. لو الولد داخل على موقع زي موقع شهود يهوه جي دبليو، وكتير جدا على جوجل على فكره، وقرا تفسير لسفر التكوين او اي سفر، وهو مش مدرك ان دول شهود يهوه، هيعمل التفسير ايه؟ هيقول لك ده انت طلع بابا يسوع ما جاش، ده اللي جه ده بيقول عنه واحد كذاب. هو صح؟ صح الكلام ده؟ فهنا اول حاجه اعملها له ايه؟ قول لو سمحت ممكن تقول لي جبت ده منين؟ يعني احنا في حته بنتخض منها، يجي يقول لك ايه؟ بابا انت وحش. فتقول له ايه؟ مين قالك كده؟ عيب كده؟ انا احسن اب وانا يا حبيبي اسمه بس، مين بخ في ودنه الفكره الاول؟ روح اعرف الاول مين بخ في ودن الفكره هتجاوبه. عشان كده دي تركه مهم، هو رمى في ودنك تشكيك او قدامك تشكيك، اساله اول حاجه سمعتها فين؟ شفتها فين؟ ما تيجي نتشارك، ما تيجي نفكر مع بعض. تلاته، المشكك احيانا يلعب لعبه وحشه قوي، يفسر الكتاب المقدس زي ثقافته هو. قول له لا استنى بس ثانيه واحده بس، بص المسيح ما بيشتمش، المسيح لم يوجد في فمه غش. لو كان بيتشتم كان اليهود قالوا ان هو اتصلب عشان لسانه طويل. المسيح اتصلب عشان كده؟ ارجع لكتب تاريخ غير مسيحيه، في تهمه وجهت للسيد المسيح بتهمه انه كان شتم غلط، يقول لك لا ما اعرفش، يقول لك لا ارجع وشوف. هنا بنعمل ايه؟ بنفتح عقل اللي قدامي. كمان نقطه كمان مهمه قوي في فكره انه لازم اتفق مع نفسي، ان انا طول ما انا مش فاهم ثقافة النص مش هفهم النص. لازم افهم ثقافة النص، طبيعة الكلمة دي بيستخدموها زمان ايه. زي فكرة لو جيت قلت دلوقتي لحضرتك يعني انا مزنوق في الوقت، تفهمها ايه؟ وقت ضيق. لو استخدمت نفس المصطلح ده في 1950، مزنوق في الوقت دي ما يفهمهاش. ايه مزنوق دي؟ يعني يعمل يعني ايه كلمة مزنوق؟ يعني ايه يعني اللي بسمها الوقت بالنسبه لي ضيق، الوقت ازف، صح؟ دي كانت المصطلحات اللي بيستخدموها. تظهر في كتب ارشديكون حبيب جرجس، لما نيجي نقرا سيدنا الكتب بتاع دلوقتي ما عايزين معجم، ما هو مش جايبه صح؟ الثقافه اختلفت، الفكره كويسه بس اللفظ مش مستخدم. يعني لو قلنا المخدوم شباب شباب، لا سيما، يقول لك ايه لا سيما دي بقى؟ ويسمعوها حتى هم لا سيما، هم يقروها كده، هو واخد على القرايه الوان شوت يعني، صح؟ فهنا دي نقطه مهمه. أربعة، الشيطان لا يملك الجديد في الاساليب لا يملك الجديد في الافكار التشكيكيه، هو يملك جديد في الاساليب، يطرح الاسلوب بس، لكن الفكره زي ما قلنا في اول محاضره، اريوس من 1700 سنه قال ان المسيح مش هو الله، او يعني قال هو الله بس يعني اله درجه تانية، عشان اكون دقيق في الكلام اللاهوتي. هو قال لك والله ماشي بس يعني مش الاب يعني، فما فيش مشكله يعني ما حد يطلع يقول لك يعني هو نبي او شخصيه عظيمه، صح؟ ما هي هي بقى خلاص، ما هو نزلنا يعني. طيب تعالوا بقى سريعا عشان انا قدامي وقت مش كبير، تعالوا بقى نشوف ايه اكتر الاخطاء اللي بيقعوا فيها. معلش هي عشان محاضره سريعه جدا فانا بحاول اجري شويه. اول حاجه
ايه الاخطاء اللي انا هعملها وانا قاعد قدام الكتاب المقدس؟ انا مش الاخر ومش حد تاني. اول حاجه افترض ان هناك تفسيرات او ايات او حاجات غامضه والكنيسه مش لاقيه لها حل. الكتاب المقدس ما فيهوش ايه او كلمه اختلفوا عليها، مفيش كده. ولو في حاجه في التاريخ تبقى معاني لا تخص العقيده في حاجه. ما عندناش مثلا اباء اختلفوا هل المسيح هو الله ظهر في الجسد ولا ده ظهور من ظهورات، ما فيش كده، لا هو الله ظهر في الجسد. ما عندناش مثلا اباء اختلفوا ان ابونا ابراهيم ده في الحقيقه اللي ظهر له ما كانوش ملائكه، دول كانوا ناس وبيتهيأ له، لا في ملائكه ظهروا له ومنهم السيد المسيح ظهورات العهد القديم. ما عندناش اختلافات في الامور الايه؟ العقائديه الجوهريه. نقطة كمان مهمة قوي، الكتاب المقدس مش مذنب حتى تثبت براءته. يعني فكرة ايه؟ ملعون كل من علق على خشبة. قولي بقى ازاي كده بقى كان ربنا بقى اللي انت بتؤمن بيه ده ملعون؟ يا حبيبي ثانية واحدة بس، انت عايز تفهم ولا عايز ترمي التشكيك وتجري؟ انا بقول لمين الكلام ده؟ لنفسي ولابني. حبيبي انت قريت مين هو الملعون على خشبة؟ المنعلق على خشبة؟ عارف اصلا مين اللي قالها؟ احنا مش بنوصف فيها المسيح، ده دي اللعنة اللي كانت موجودة. الحاجة التانية، انت عارف اصلا السيد المسيح في الكتاب المقدس وفي التاريخ ليه؟ عارف ليه السيد المسيح ظهر في التاريخ؟ مش عشان نبي. السيد المسيح ظهر في التاريخ لان الله ظهر في الجسد. القضية اللي كان بيحارب عليها المسيح انه يصلح الفساد اللي حصل، مش يبلغنا رسالة. بس بقى هنا الكلمة ايه؟ اختلفت خالص. ما لو بيبلغ رسالة ايوه صحيح ما يموتش الموت دي، ايه ده الكلام ده؟ لكن لا استنى بس، هو جاي عشان كده اصلا، هو جاي عشان كده. يبقى انا هنا يهمني وانا بصلح المفاهيم اراجع نفسي، انا عارف مين هو السيد المسيح؟ عايز ارجع تاني الفكرة، ما ينفعش اقرا انجيل معلمنا يوحنا وانا مش فاهم المفتاح بتاعه، ان المسيح له طبيعة واحدة اسمها طبيعة الاله المتجسد، قايمة على اله كامل وانسان كامل. ففي ايات بيتكلم ان هو انسان كامل فيجوع ويشرب ويزعل ويعيط، انسان كامل. الحاجة التانية هقول بس عليها، الخصائص الانسانية لا تعيب، انه ياكل ويشرب ويدخل الحمام ويعرق ويطلع افرازات، دي في المسيحية لا تعيب اصلا، لان احنا لا ننظر للجسد انه خطية، احنا بننظر لايه؟ لاعمال الجسد الشرير. بس هنا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول نفكك المفاهيم المغلوطه اللي داخله جوه دماغي او دماغ المخدوم. النقطه دي مهمه قوي. فالجسد عندنا مش شبهه، احنا مشكلتنا في ايه؟ اعمال الجسد اللي هي الزنا بقى والحاجات اللي قال عليها معلمنا بولس الرسول. وبالتالي لازم نكون دايما عارفين الكتاب المقدس مش مذنب واحنا بنحاول نبرئه، حاشا. احنا الكتاب المقدس فوق مستوى البراءه، ده هو كلمه الله بالنسبه لنا، واحنا بنحاول نعمل ايه؟ نفهم ما اعلنه الله لنا من خلاله. هقول طب حاجه مهمه قوي ومش موضوع محاضره يعني، بس لما نيجي ندرس مثلا شريعه زي شريعه العبد اللي في تثنيه 15، هو ليه ادرس انا في العهد الجديد شريعه العبد وانا مالي انا؟ وانا مالي بالعبد حصل لي يعني؟ انا ما يهمنيش الكلام ده. نقول له بص، اصل في حته كده لازم تكون فاهمها، ان انا لازم اقرا مذكرات فلان عشان اعمل ايه؟ اعرف مين هو فلان. فالله بيظهر لنا انه بيحب الانسان في كل هيئته الاجتماعيه سيد او عبد، وعشان يخلي الله يظهر لنا مدى عدالته بيفصل ما بين الحقوق والواجبات اللي السيد والعبد. فهنا مش بندرس عشان نتعلم ازاي نتعامل مع العبيد، ما فيش عبودية اصلا، بتعلم عشان نتعلم ايه؟ نتعلم نعرف شخصية الله، ان الله عادل جدا ومحب جدا. دي الهدف هنا اصلا، مش الهدف ان انا اتعلم شريعة العبد خالص. برضو نقطة مهمة قوي، لو انا مش فاهمها تقول لك صح بندرسها ليه؟ احنا بندرس شريعة العهد القديم ليه؟ ايوه صح. طب ما الذبائح دي ابطلت خلاص. لا، اللي ابطل الطقوس بتاعتها، لكن المعنى بتاعتها في القداس. ذبيحه السلام في خريستيه، ذبيحتين الخطيه والاسم عند ابونا تبوا الاعتراف،
الدقيق. ما هو دي كل الام المسيح اللي قبل الصليب حبيبي، ما عملناش حاجه غلط يعني، مفيش مشكله خالص. هنا بنعمل ايه؟ بنشاور على المسيح. الخطأ الثالث، الخلط ما بين التفسيرات الغير معصومه والنص الاصلي. لما تيجي تقول لي ايه في تفسير لابونا فلان بيقول كذا، طب انا هقول على حاجه يعني، احنا لا ننادي بعصمه اب ولا ننادي بعصمه حد، احنا عقيدتنا ابائيه، يعني الاباء اتفقوا. يعني قد تجدوا بعض القضايا مثلا بابا اسناس مختلف مع بابا كلوس الكبير، طب مين الصح؟ مش مشكله مين الصح، انت في الاخر ايه الكنيسه اجتمعت على ايه، الراي العام قال ايه. دي نقطه مهمه قوي. يعني ما هو في اباء زمان قالوا ان الارض هي مركز الكون، كان القديس بسيليوس وغيره، ده رايه حسب ما اتيح للعلم، صح كده؟ لا حسب ما اتيح للعلم. هل الكنيسه قالت كده؟ الكنيسه ما جابتش سيره الكلام ده اصلا، والكتاب المقدس ما قالش كده اصلا، ده تفسير هو فسره على حسب العلم اللي كان متاح ليه، هو حر. يبقى لازم افرق ما بين الكتاب المقدس في نسخته الاصليه قال ايه والتفسيرات قالت ايه. التفسيرات تدخل في نطاق العمل البشري، يبقى خاضعه لايه؟ صح وغلط، صح وغلط، عمل بشري. وفي عمل بشري معصوم؟ مفيش طبعا، نيفر، مستحيل، ولا في ترجمه معصومه على فكره. النقطه دي في غايه الاهميه. الخطا الرابع في الحقيقه اللي بنقع فيه انه نفهم العبارات خارج سياقها. يعني لما السيد المسيح وقلنا المثل ده من شويه بيتكلم على مع الامراه الكنعانيه بيقول لها لا يطرح خبز البنين للكلاب، ما هو السياق بيتكلم في ايه؟ القصه ايه؟ هو المسيح ما كانش ماشي كده في الشارع ولقى واحده كنعانيه قال لها ايه؟ انت من الكلاب، بلاش كده. ما اتقالتش كده. هنا دي خطوره سلخ الايه من السياق. اتنين، سلخ الشخصيه من اللي اتقال عنها. المسيح ما تواجدش في فمه غش، فانت لازم تفهم الايه في المنظور ده. ثلاثة، وحضرتك قريت مين هم الكنعانيين؟ يقول لك لا. قريت مين هم الالهه بتاعتهم؟ يقول لك لا. طب ما هو مش تفهم. فدي نقاط مهمة قوي في التفسير بتخلينا نفهم أن فهم الكتاب المقدس ما بيتفهمش من التفسير، ده بيتفهم من كتب كتير من ضمنها التفسير. طيب الخطأ الخامس في الحقيقة، افتراض أن الأرقام التقريبية ليست صحيحة. بمعنى إيه؟ في مثل مشهور قوي في الحقيقة، لما جه يتكلم على الوباء اللي ضرب بني إسرائيل في سفر العدد صح 25 بيتكلم وكل الذين ماتوا بالوباء 24,000. لما جه المعلمنا بولس الرسول في الرساله الاولى لاهل كرونسوس قال لك فسقط في يوم واحد 23,000. يقول لك بص اختلاف اهو، ده هو الوباء ده كان كام يوم؟ بولس الرسول اتكلم على ايه؟ على يوم واحد. وحتى لو ما اتكلمش على يوم واحد، واحد قال لك 23,700 والثاني قال لك 24,000. احنا اتفقنا نحن لا نؤله النص. المهم ايه الجوهر؟ اقول لكم على فكره بعيده شويه. هل كتب في الكتاب المقدس كل اقوال السيد المسيح؟ لا. هل وصل لينا كل ما علمه السيد المسيح؟ ايوه. بس مش كله كتب في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده جزء من التقليد. صح؟ ما القداس ده ايه؟ التسبيحه دي ايه؟ كتاب المعموديه دي ايه؟ كل ده جزء من التقليد. صح؟ فالتقليد ده الجزء اللي اتكتب منه الانجيل. طب في اجزاء تانية احنا استلمناها بالحركه زي في القداس، ابونا بيعمل كده كده استلمناها كده. قعدنا سالنا ابونا وابونا 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 لغايه ما وصلنا لماري مرقس. يا ماري مرقس مين قال لك تعمل كده؟ قال لك السيد المسيح لما كان قاعد معانا 40 يوم على الارض علمنا نصليها كده. فهمناها كده؟ صح؟ هنا كل ما قاله السيد المسيح وصل لينا؟ ايوه. اتكتب لينا؟ لا. ما في حاجات احنا استلمناها وتعلمناها، والدليل ان التقليد بتاعك اللي بتعمله صح انه لا يتناقض مع مين؟ الكتاب المقدس. ابونا شنودة ماهر اللي هو دكتور ايميل ماهر يقول لك ان التقليد والكتاب المقدس خطين متوازيين لا يتقاطع احدهما على الاخر. لكن دايما بنميل لفكره ان السلطه الاعلى لكل الكتاب المقدس المكتوب ما بين ايدينا، ده الوحي سمح ان الكلمات دي تتكتب. احنا كنيسه ابائيه كتابيه تقليدية رسولية أرثوذكسية، ده التعريف بتاع ده العنوان. طيب نكمل. أنا قدامي يا سيدنا يعني ممكن 10 دقايق كمان ولا؟ طيب. الخطأ السادس. الخطأ السادس لازم أكون فاهم أن الكتاب المقدس
مش رسائل كلها زي بعض، يعني لازم افهم موسى ليه اسلوب مختلف عن الاسفار التاريخيه، عن الاسفار بتاعه الاسفار الشعريه، عن الاسفار النبويه. لازم افهم ان في قواعد لفهم كل مجموعه اسفار لوحدها، بالتالي لما اجي افهم الايه وافهم تفسيرها لازم اكون فاهمها جوه سياق ايه. ده الاسلوب بتاعه مجموعه الكتب دي. نقطه كمان مهمه قوي، نحن لا نفهم الكتاب المقدس بصوره اجتهاديه، نحن نفهم الكتاب المقدس كما شرحته الكنيسه وفسرته لتورجيتها. يعني ايه اللي يثبت ان في خطيه جديه؟ يقول لك ممكن تسال القداس. طب ممكن يسال كده القداس قال ايه؟ طب يا كتب تسبيحه، هو اللي مات فرعون ولا فرعون ما ماتش؟ يقول لك لا، التسبيحه بتقول غرق فرعون وكل جنوده او كل مركبته. فالتسبيحه عملت ايه؟ كشفت لينا. ويعني مين اللي الفوا التسبيحه دول؟ وناس الله القديسون المملؤون او المساقين بالروح القدس. صح؟ ايه اللي يثبت ان الترنيمه دي صح؟ اسع كتاب مقدس والتقليد، طلعت غلط؟ يبقى لا، طلعت صح. ينقلها. فدي نقطه في غايه الاهميه. هنا دايما المسطره بتاعتي هو الكنيسه فسرت ده ازاي؟ فنروح يا بابا كلوس الكبير ليك راي في الحته دي؟ يا بابا اثناسيوس ليك راي في الحته دي؟ يوحنا ذهبي الفم ليك راي في الحته دي؟ لا، الكنيسه عمرها ما فسرت الراي ده، والراي ده ما ناخدوش. كمان في حاجه مهمه قوي، واحنا بنيجي نقرا مثلا مجموعه اسفار الحكيميه مثلا، فيقول لك لازم ما نخلطش ما بين التعبيرات العامه والتعبيرات الشامله. يعني ايه؟ يعني مثلا يجي يقول ايه؟ اذا ارضت الرب طرق انسان جعل اعدائه ايضا يسلمونه، حسب امثال 16. هل بولس الرسول تنطبق عليه الايه دي؟ تقول ايه ده صح؟ ما هو اذا ارضت طرق الرب طرق انسان الرب جعل اعدائه يسلموني، بقى ان شاء الله الاعداء اللي انا بحاربهم دول هيسلموني وليهم في الاخر قتلوه. هو الكتاب المقدس غلطان ولا ايه؟ لا استنى بس، ما لازم نفهم ان هنا السياق ان الاطار العام غير الاطار الشامل. الاطار العام دي القاعده العامه، ان ربنا يحفظنا بما يحقق ايه؟ خلصنا مش نجاتنا في الارض. مش هو كتاب بتاع سما ولا كتاب بتاع كيف تصبح غنيا؟ بتاع سما، هو يدي لك كيف تصل للسما. فاحيانا يسمح بمضايقه الناس عشان نعمل ايه؟ نسيب خطيه، نتزكى. فدي نقطه مهمه قوي. فهنا الكتاب المقدس يقول لك لو سمحت انت بتفسر، فسر وانت خلي بالك من القاعده دي، في فرق بين التعبير العام والتعبير الشامل. طيب بعد كده في نقطه برضو، الخطا الثامن، الكتاب المقدس لا يمدح او يوافق كل ما حدث فيه. في امور يذكرها الكتاب المقدس عشان نعمل ايه؟ ما تعملش كده. انا عندي ولد صغير، تقول له ايه؟ بص وانا صغير عملت كده، ولما عملت كده ماما زعقت لي. يبقى انا هنا بشجعه على الفعل ولا بحذره من الفعل؟ بحذره من الفعل. فهنا دي برضو نقطة مهمة، عشان ما تجيش مثلا حد يقول لك ايه؟ طب ازاي الكتاب المقدس يذكر هذه القصص المقززة؟ قول له هو الكتاب المقدس مش موافق عليه، ده بيذكر لك مدى فساد الانسان كان عامل ازاي؟ مدى الفساد اللي راح بيه الانسان. عشان كده البشريه كانت تقول ايه؟ امتى بقى يجي المسيح بقى؟ احنا تعبنا من الشيطان. طيب الخطا التاسع في الحقيقه، وقلناها برضو في البدايه، لازم نكون فاهم او عارفين ان في حاجه اسمها الجانب البشري في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ليه طبيعتين، او الوحي ليه طبيعتين، الهيه وايه؟ وبشريه. الخطا رقم 11، احنا قلنا العاشر، في حاجات احنا قلناها في النص. ممنوع نبني فكره عقائديه على ايه. كان دايما البابا شنودة ربنا يريح نفسه كان له خطوره استخدام الايه الواحده، ما بنبنيش عقيده على ايه واحده. وما ينفعش كمان نستحدث عقيده، يعني مثلا يجي المجمع المقدس ربنا يخلي ابانا وقدس البابا يقول لك ايه؟ احنا بقى قررنا نخترع عقيده جديده. طب بالنسبة للأجيال اللي ماتت قبل كده دي إيه بقى؟ دي كده راحوا كده في حتة تانية بقى؟ لا، إحنا لنا نستحدث عقيدة جديدة. وما ينفعش نفسر عقيدة جديدة من آية واحدة، يعني مثلا إيه؟ هو في اعتراف على إيد أب كاهن؟ ولا ده اختراع الكيسة الأرثوذكسية؟ يقول لك لا استنى بس، ده أنا أجيب لك الشواهد بقى. آية عهد قديم وآية عهد جديد وتاريخ كنيسة والدسقلية قالت، الله نرتاح للرأي ده. طب إيه اللي يثبت إن ده جسد حي ودم حقيقي؟
ده اختراع منكم؟ لا، اقول له مش اختراع مننا، ده احنا عندنا في العهد القديم وفي العهد الجديد، والكنيسه قالت كذا والاصل اليوناني قال كذا في الحته دي. فنعمل ايه؟ فسرنا العقيده من التكوين للرؤيه. مهم في الحته دي ان احنا نفسر العقيده من التكوين للرؤيه، مش ناخد سفر ونجري بيه، لا. طيب الخطا اللي بعد كده عايزين نقول ايه بقى؟ في بعض التناقضات تظهر لان احنا مش فاهمين. بمعنى ايه؟ لما نيجي نتكلم على سفر الملوك وسفر الاخبار، فتقول له حبيبي اول حاجه نقولها، انت عارف سفر الملوك ده بيتكلم على ايه؟ يقول لك ايوه، ده عباره عن اللي بيتكلم على الحياه المدنيه بتاعه الملوك، ده بيتكلم على عمره في شهاده الميلاد بتاعته. طب سفر الاخبار، انا دلوقتي حضرت احداث 2011، ففي 2011 كنت شغال محقق صحفي، فكنت بكتب ايه؟ الاحداث يوم بيوم، تيبيكال از ات از، زي ما بتحصل بالظبط. جيت في 2023 عملت فيلم وثائقي على 2011، هحكي الاحداث زي ما هي ولا ابدا احكي وجهات نظر؟ وجهات نظر، واقول ايه؟ ان الشعب ده بقاله 50 سنه مش عارف حصل له ايه. ايه بس الشعب ده في 2011 ما كملش 2011 2023 50 سنه، هنا بيعمل ايه؟ اسقط حكمه على امور في فتره زمنيه. طبعا مش بيتكلم على السياسه يعني. فلما يجي يتكلم على عمر ملك في سفر الاخبار، ما هو مش هيتكلم عليه زي ما الملوك عمل، والا ايه لازمه سفر الاخبار بقى؟ هنا سفر الاخبار يحكي على ايه؟ على عمر الخطيه، على زمن الخطيه. فبيتكلم على ايه؟ الحاله الروحيه. فبالتالي سفر الملوك بيقول رقم غير سفر الاخبار، لان الهدف بتاع الملوك غير الهدف بتاع ايه؟ الاخبار. لو حضرتك مش فاهم الفرق ما بين الملوك والاخبار، تلاقي ايه ده؟ الاعمار مختلفه، اشمعنى هنا قال كذا وهنا قال كذا؟ ما يا حبيبي ما هو السفر طبيعته مختلفه، زي فكره السنكسار. لما نيجي نقرا السنكسار مش كتاب تاريخ، ده كتاب ايه؟ ليتورجي، وبالتالي بياخدوا منه الموعظه في القصه التاريخيه. مش هتكلم انا في التاريخ الطقس مش بتاعي يعني. انا قربت اخلص خلاص. هاخد اخر خطا واقف بيه، ان لازم نقول ان الوحي جاء متدرجا. فلما يجي نتكلم على فكره الابديه في سفر التكوين غير الابديه في سفر المكابيين غير في العهد الجديد. يعني في سفر المكابيين 2 اصحاح 7، عارفين حضراتكم قصه امنا رفقه؟ نفس القصه بس اصعب في مكابيين 2 7. ام قعدت وقدمت ولادها السبعه للاستشهاد عشان ما يسيبوش شريعه الههم اللي بتقول لهم ما تاكلوش اكل معين وتشربوا خمر. نفس الفكرة دي اللي خلت أبونا إبراهيم يسيب أهله وعشرته، ليه؟ رايح لأرض الميعاد، أرض المورث أو أرض الميراث. وبالتالي الفكرة هنا بتحصل فيها إيه؟ بتتدرج. عشان أفهم الصليب لازم أفهم الشرائع، لازم أفهم الشرائع. عشان أفهم شخصية الله لازم أدرس الشريعة القانونية بتاعت سفر التثنية وسفر اللاوي. لما أدرسها أفهم شخصية الله الحنون العادل. لغاية هنا أنا خلصت، مش هكتر اكتر من كده عشان انا طولت. فانا بشكر يعني سيدنا على محبته الكبيره دي، واشكر حضراتكم على الاستماع ليا. اشكركم جدا.